السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على سفة مدفونة كتجي لذيذة بزاف، طريقة سهلة وناجحة بالنسبة للسفة. كنتمنى انها تنال اعجابكم. لما نطول عليكم نخليكم تتابعوا معي الوصفة. غادي نبداو على بركة الله، واول حاجة غادي نبدا بها اللي هي المرقة ديال الدجاج اللي غادي نحتاج فيها هنا عندي. انا غادي ندير غير كمية قليلة، نتوما كديروا الكمية اللي بغيتو. عندي هنايا نص دجاجة، انا كنحيد ليها الجلده، ما كنخليهاش بالجلده حيت ما غاديش نحمرها. عندي واحد بصله كبيره مشلضه كيف كتشوفوا، مشلضه رقيقه. عندي واحد الربيطه ديال الربيع. غادي نحتاج واحد الضامه ديال الزعفران، جوج فصوص ديال الثومه، وعويدات ديال القرفه. علاش درت العويدات ديال القرفه وما درتش الغبره؟ باش ما تجيناش المرقه كحله. غادي ندير كذلك شويه ديال الخرقوم بلدي، سكنجبير، الابزار، خليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده وشويه الملح. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في المرق. دابا ندوزو للطريقه. دابا خديت البرمه، غادي ندير فيها شويه ديال الخليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. بسم الله. غادي ندير تقريبا واحد 4 معالق كبار ديال زيت المائده و 4 معالق كبار ديال زيت الزيتون، يعني تقريبا واحد نص كاس بينهم بجوج. غادي نزيد بصله مشلضه، غادي نزيد الدجاج كيف كتشوفوا، الدجاج راني غاسله مزيان وكنحيد ليه الجلده. غادي نزيد شويه الملحه، ما غاديش نكثر الملحه حيت عندي ضامه البنات تكون مالحه شويه. غادي نخليها تقلى واحد شويه، عاد كنزيد التوابل. غادا نزيد جوج فصوص ديال الثومه كنحكهم. غادي نحرك مزيان كيف كتشوفوا، ما كنزيدش دابا التوابل حتى تبدا تبدل البصله، عاد غادي نزيد التوابل. دابا غادي نزيد الضامه ديال الزعفران. غادي نزيد شويه ديال الخرقوم بلدي، تقريبا واحد معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال سكنجبير، معلقه صغيره مع امراج ديال الابزار، عويدات ديال القرفه. غادي نضيف قبيطه ديال الربيع. صافي، وغادي نحرك كل شيء مزيان. كيف كتشوفوا هذه الطريقه اللي كنعتمدها انا ساهله، يعني تقريبا كندير كل شيء في مره، غير كنخليه غير شويه يتقلى في الاول. صافي، غادي نخليه واحد شويه هكا، عاد كنزيد الماء الكافي اللي غادي يطيب لينا فيه الدجاج وندوزو نوجدو السفه ديالنا. ما خصناش نغسلو عليه باش ما تلصقش لينا العطريه في التحت ديال الكميله. صافي، دابا غادي نزيد الماء ونخلي الدجاج ديالي يطيب على خاطرو وندوزو نوجدو كيف صبق ليا ذكرت السفه ديالنا. كيف كتشوفو معايا درت 4 زلايف ديال الماء باش ما ينشفش لينا حيت مازال غادي نفورو فيه السفه، داكشي علاش كثرت الماء شويه. دابا غادي ندوزو للسفه. هنا عندي واحد 500 غرام ديال السفه، وغادي نحتاج كذلك زيت المائده
غادي نرش منه شويه في الاول باش ما تلصقش لينا الصفه، وغادي نخلطوا كل شيء مزيان. وعلى ما يغلى لينا الماء اللي درنا في البرمه غادي نخليوها ترتاح باش نديروها تفور الفوره الاولى. في الاول ما كندير لا ما لا والو، كندير غير الزيت بوحدو. غادي تشوفوا معايا هاد الطريقه اللي غادي ندير ان شاء الله ديال الصفه، ما فيهاش فرص بزاف كيف كنعرفوا قبل كانوا كيديروا سبعه ديال الفرص، اما دابا غادي ندير ان شاء الله غير ثلاثه ما غاديش نفوتهم. دابا من بعد ما غلى الخليط او المرقه ديالنا غادي ناخذ السفه نديرها في الكسكاس. بسم الله، كيف سبق لي ذكرت انا درت غير كميه قليله، نتوما كديروا الكميه اللي بغيتو. صافي الخليط ديالنا ها هو غلى، غادي نحط الكسكاس ونخليه يفور. دابا كيف كتشوفوا غير حطيت البرمه ديالك كتبدا تفور، ما كتاخذش الوقت كثير. غادي نخليها باش كنعرفوا الفوره الاولى صافي راه وجدات. كيبان لينا هنا السفه ديالنا شوكات يعني وقفات. صافي غادي نحيدوها وغادي ندير الماء يطيب. دابا من بعد ما فارت الفوره الاولى والماء طاب غادي ناخذ الكسكاس غادي نحطو فوق شي قميله او شي اناء باش نخوي عليه الماء طيب. غادي نخوي الماء طيب فوق، بهذه الطريقه باش دغيا كطيب لينا الصفه وما كتاخذش وقت طويل. وغادي نخليها شويه تتنشف عاد كنخويها في العصريه باش نعاود نحلها. غادي نقطرو مزيان من الماء وغادي نخويه في العصريه. بسم الله، غادي نحل الصفه ديالنا بفرشاة بحال هكا. دابا كنبدا نحل هاد الكرات اللي تيكونوا هنا بالماء بارد. وغادي نخليه هكا حتى كيشرب هاد الماء اللي ضفتو ليه. عاد غادي ندير الفوره الثانيه. صافي دابا من بعد ما شرب هاد الماء مزيان اللي درتو كيف كتشوفوا غادي ندير هاد الفور، نديرها في الكسكاس مره اخرى. بسم الله، دائما كنتاكدوا واش الماء باقي لينا، اللي ما كانش بقى بزاف كنزيدوه باش ما تحرقش لينا لاصوص ديالنا. دابا غادي ندير الفوره الثانيه، وهاد الفوره الثانيه كنخليها شويه تعطل باش يلاه طيب لينا الصفه مزيان. دابا فارت الفوره الثانيه كيف كتشوفوا ما درت ليها لا ما لا والو، يعني ما درتش ليها نفس الطريقه ديال الاولى. غادي نخويها. دابا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نزيد شويه ديال الملحه، وغادي نخلط كلشي مزيان حتى كتذوب الزبده. دابا ما غادي نضيف لا ما لا والو غير الزبده صافي، وغادي نديرها تفور مره اخرى، وهي الفوره الاخيره. راه الصفه عندنا طابت مزيان كيف كتشوفوا، وكتبقى حبه حبه.
كيف كتشوفوا راه محلول كامل. صافي دابا غادي نمشي نديرو الفور ونطلعو ان شاء الله. الدجاج راه طاب يعني في نفس الوقت تيطيب، يعني بلا ما يحتاج انكم تحيدوه، حيت اصلا الصفه دغيا كطيب بهذه الطريقه اللي عطيتكم. كيف كتشوفوا الماء باقي اللي غادي يكفيني في هاد التفويره الاخر. صافي دابا الفوره الثالثه راه دارت، حطيتها لهيا هنا غادي نخلي حتى ما كيبقى ليا غير الماء، يعني غير الدغميره تكون واقفه ما تكونش سارده بزاف، غادي نخليها تشرب شويه الماء. دابا غادي نضيف سكر كلاصي على حسب الذوق، ممكن انكم ما تضيفوش غير تحطوه في طبيصلات، انا كنفضل انني نضيفه في الصفه، ما غاديش نكثر حيت الا كثرنا هاد السكر كلاصي كيبدا يطلع الماء وما كتجيناش الصفه ناشفه. دابا غادي ناخذ الطبسيلي غادي نقدم فيه، غادي نحط فيه هاد المول المربع، ممكن ديروا دائري او اي شكل متوفر عندكم. غادي ناخذ نصف كميه ديال الصفه، بسم الله، غادي نسرحها في المول بهذه الطريقه. غادي نضغط عليها شويه هكا، غادي نضيف مازال باش ندير النصف. دابا غادي ناخذ الدجاج ديالي، غادي نخلي غير المرقه بوحدها والدجاج بوحدو، غادي نقطعو عطاء، ماشي غادي نفرتو كاع، غير عطاء يكونو كبار شويه كيف غادي نشوفو معايا. دابا غادي ناخذ المرق من بعد ما حيدت عويدات ديال القرفه وحيدت كذلك داك الربيطه ديال الربيع، غادي ناخذ نحط هكا لاصوص ديالنا. نسيت ما ذكرتش لكم انني ضفت فاش كانت كطيب لي المرقه فاش قربت الطيب، يعني تقريبا الفوره الثالثه، ضفت واحد حفينه ديال الزبيب اختياريه. غادي نسرح مزيان بحال هكا، نحيد هاد العويد ديال القرفه، غادي نحط دابا طريفات ديال الدجاج كيف سبق لي ذكرت، غادي نخليهم بالعضومه ديالهم ما غاديش نفرتتهم. ولكم الاختيار ممكن تحيدوا العضومه. دابا غادي نضيف كميه الصفه اللي بقات ليا، بسم الله، غادي نصفها على المول كامل، انا درت كميه قليله نتوما على حسب الرغبه ديالكم. دابا غادي يبقى لينا التزيين الاخير اللي غادي نحتاج اللوز مقشر مسلوق ومقشر و محليه في الزيت، عندي سكر كلاصي وشويه ديال القرفه.
غادي نزين باللوز، غادي ندير شويه ديال السكر كلاصي، غادي ندير شويه ديال القرفه، وغادي نستمر بنفس العمليه. دابا غادي نحيد المول شويه، غادي نحط شويه ديال اللوز هنا في الجناب. صافي، دابا الشكل النهائي ديال السفه ديالنا كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد، ونطلعوا ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.